أستاذة ولاء، نعم، طيب نبدأ على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الأولين والآخرين، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيما علمتنا يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك العلم النافع والقول، اللهم إنا نسألك الإخلاص والقول في العمل والإخلاص في العمل يا رب العالمين. نبدأ على بركة الله، نستعين بالله ونبدأ على بركة الله. نكمل درسنا اليوم وهو أن نبدأ في مخارج الحروف. تمام، أخذنا في الحلقة الماضية حلقة البسملة والاستعاذة وكيف أن نقرأ البسملة سرا وجهرا وكيفية وطرق أو أوجه قراءة الاستعاذة والبسملة في بداية الصورة وفي وسط الصورة، وأخذنا كل هذه الأمور. ونبدأ اليوم بأمر الله تعالى في مخارج الحروف. تمام، طيب ذكرنا المرة الماضية لماذا اهتم العلماء بالحرف ومخارج الحروف، وذلك لأن سبق وقلنا أن الحرف هو أصغر وحدة في القرآن الكريم، لأن من الحروف تتكون الكلمات، وكلمة بجوار كلمة فتتكون الآيات، وآية بعد آية تتكون الصور، ومن الصور تتكون الأجزاء والأحزاب ثم يكون القرآن الكريم كاملا. طيب لذلك فإذا قرأنا الحرف في الكافية المضبوطة فبيكون لدينا قراءة القرآن وتلاوة القرآن الكريم بالشكل المضبوط كما أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الحرف وما هو المخرج؟ يعني قبل أي شيء مفروض أن احنا نعرف هذه المعاني. المخرج هو موضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره. يعني إيه موضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره؟ لدينا الحروف العربية 28 حرفا مكتوبا و29 حرفا منطوقا. فهذه الحروف العربية كل حرف بيخرج من نقطة مميزة تختلف عن الحرف الآخر. يعني معنى ذلك إن يعني كل الحروف فيه مجموعات من الحروف، زي مثلا الحروف اللثوية. فهل هذه الحروف اللثوية اللي احنا بنقول بتخرج من طرف اللسان، من رأس طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، معنى ذلك أن الثلاثة أحرف الحروف اللثوية بتخرج من نفس المكان؟ لا، ليست تخرج من نفس المكان. كل حرف له بقعة مميزة تختلف عن النقطة الأخرى والبقعة الأخرى للحرف الآخر. يبقى المخرج هو مكان أو محل أو موضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره، أي أنه بيتميز، هذه النقطة بتميزه عن الحرف الآخر. طب ما معنى الحرف؟ الحرف هو صوت. الحرف هو عبارة عن صوت. هذا الصوت يعتمد على مخرج محقق كاللسان والحلق والشفتين، أو مخرج مقدر كالجوف. نفهم من تعريف الحرف إن المخارج لدينا مخرجين، مخرج محقق ومخرج مقدر. طب ايه هو المخرج المحقق وايه هو المخرج المقدر؟ المخرج اللي احنا اتفقنا اللي هو محل خروج الحرف. المحقق هو يعني اللي انت بتلمسيه، اللي انت بتقدري تعتمدي عليه، زي مثلا اللسان. زي اللسان، اللسان لما اجي اقول مثلا إن حرف الشين بيخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، يبقى أنا كده حددت طرفي عضوي النطق من الفم. اللسان هو يعني جزء أو عضو ملموس تقدري تمسكيه وتقدري تحدديه، فهو محقق، موجود بالنسبة لي، أنا عارفة أتحقق منه، عارفة فين وسط اللسان. يعني إحنا بنعرف اللسان وبنعرف هو فين وسط اللسان،
والحنك الأعلى اللي هو السقف الأعلى من الفم، نحن بنعرف الوسط بتاعه، يبقى احنا هنا حققنا أو حددنا نقطة حرف الشين. حددنا نقطة حرف الشين، تمام؟ طب ما هو يبقى المخرج المحقق؟ هو المخرج الذي يعتمد على عضو حقيقي أو عضو موجود فعليا في الفم. طيب يبقى هو الصوت الذي يعتمد على المخرج المحقق هو الذي يعتمد على جزء من أجزاء الفم. طب المخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على أي جزء من أجزاء الفم. يعني إيه المخرج المقدر؟ كالجوف الذي يخرج منه الأحرف المادية، والجوف هنعرف تعريفه دلوقتي اللي هو عبارة عن الفراغ والخلاء الموجود في الحلق والفم، تمام؟ يبقى الحرف عندنا هي كل التعريفات معتمدة على بعضها البعض. المخرج اللي هو المكان اللي بيخرج منه، المكان في الفم اللي بيخرج منه إيه؟ بيخرج منه الحرف. طب إيه هو الحرف؟ هو صوت. الحرف هو صوت بيعتمد وبيرتكز على مكان معين في الفم فبيخرج منه الحرف، تمام؟ الحروف عندنا على قسمين، حروف صريحة وواضحة وحروف مشربة. الفرق، ما الفارق بين الحروف الصريحة والحروف المشربة؟ الحروف الصريحة هي التي لا تمتزج بصوت حرف آخر، يعني الباء هي الباء، التاء هي التاء، لا يوجد حرف صوته ما بين الباء والتاء، أو ما بين الصاد والزاي، أو ما بين السين والصاد، لا هو حرف واضح، صوت السين هو نفسه صوت السين، صوت صريح، حرف صريح، تمام؟ يبقى هي التي لا تمتزج أو تختلط بصوت حرف آخر، وهي الحروف الأصلية. الحروف الصريحة هي الحروف الأصلية. نركز يا حبيبتي في هذا، إذ ربما مثلاً هي تيجي في الاختبار أو أن أنت تكوني فاهمة يعني إيه حروف صريحة، فهي الحروف الأصلية اللي هي من الألف إلى الياء. الحروف المشربة هي الحروف الممزوجة بصوت حرف آخر، يعني حرف صوت حرف امتزج بصوت حرف آخر فأصبح ممزوج، في ماكس كده، في يعني في خلط ما بين صوتين، وهذه الحروف اللي هي تسمى الحروف الفرعية الزائدة على أصول الحروف، كهمزة بين بين زي الهمزة المسهلة مثلا، والصاد كالزاي اللي هي مثلا احنا لما بنيجي الصاد بتكون مطبقة مفخمة لما يعني لا تنطق بشكل مضبوط فتصبح كالزاي. في الصراطة إن مثلا أغلبية الأعاجم مثلا أو بعض من الأعاجم يقولوا في الزراطة، تمام؟ عند من يقرأها بالإشمام والياء المشمة. الإشمام ده درس من الدروس المتقدمة إن شاء الله بأمر الله تعالى، أحيانا الله بنقدر نوصله في المستقبل بأمر الله تعالى، ولكن كمعنى مختصر إن الإشمام هو عبارة إن ضم الشفتين عند النطق بالحرف دون صوت الحرف، صوت الضم. يعني إيه؟ يعني مثلا إن أنا دلوقتي في أختي شايفاني إن إحنا جالسين في مجلس، شايفين بعضنا البعض، مجلس مباشر أو مجلس أوفلاين وليس أونلاين، تمام؟ فالأخت بتيجي تقرأ مثلا حرف الصاد، فلما تيجي تقول الصا، فلما تيجي تقرأ الصاد، تمام؟ فبنلاحظ إن الشفتين بتضم، بتعمل على هيئة يعني شكل بيضاوي، أو إن هي بتتضم على نفسها كده على شكل الضمة، تمام؟ فأنا يعني لا يسمع الضمة أو لا يحدد صوت الضمة إلا الماهر، إلا المعلمة الماهرة والمعلم الماهر والشيخ المتقن الماهر الذي يستطيع أن يحدد أن هذا صوت الصاد هو ليس الصوت الفعلي، تمام؟ أن صوت الصاد ليس الصوت الفعلي، ولكن طريقة صوت الصاد يكون فيه خلل، فيعني بنعلم أن بيكون الأخت تكون استخدمت الشفاة أو الشفتين في نطق حرف الصاد، تمام؟
فعندما بتنطق حرف الصاد بشكل غير مضبوط أو تستخدم الشفتين بتنطق الصوت الصاد بشكل فيه إشمام. فالإشمام ما معنى الإشمام؟ أن الأخت الذي تجلس أمامك ترى عند نطقك للحرف أو عند قراءتك في حرف من الحروف المفخمة، غالبا يعني بيأتي الإشمام بشكل خاطئ في حرف من الحروف المفخمة اللي هي ضم للشفتين، ولكن المستمع لا يستمع إلى صوت الضمة. تمام؟ فهو الإشمام هي عبارة عن حرف ضم الشفتين على هيئة الضمة، ولكن بدون صوت للضمة، فالمستمع لا يستطيع أن يحدد الإشمام إلا المعلمة الماهرة أو المهرة المتقنين جدا في التلاوة. تمام؟ طيب، فعلشان كده إن إحنا بنقول إن لما نيجي نقرأ قاف أو صاد فلا نستخدم الإشمام أو لا نعمل إشمام، فإن نقول أص وليست أص، يعني الصوت يعني في المعلمات المتقنات هم اللي بيستطيعوا أن يوضحوا أو يفرقوا ما بين الصوتين. طيب، والياء المشمة صوت الواو عند الكسائي وهشام، والألف الممالة، والميم والنون المخفتين. طيب، هنعرف هنا جدول مخارج الحروف. عندنا مخارج الحروف 5 مخارج: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. مخارج الحروف لدينا 5 مخارج: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. وتعددت آراء العلماء في مخارج الحروف، فمنهم من يقول أن منهم من يقول طيب، هنا صورة نستطيع أن نستخدم فيها مخارج الحروف. هنا هذا الجوف، من هنا إلى هنا الجوف، الحلق باللون البنفسجي، تمام، اللسان، الشفتين، الخيشوم. يبقى الجوف رقم 1، وهو من أدنى الحلق إلى الشفتين. الحلق، وهو من أدنى الحلق إلى أقصى الحلق. واللسان رقم 3، والشفتين رقم 4، والخيشوم رقم 5. تمام؟ يبقى هذه هي مخارج الحروف الخمس. طيب، لما نيجي نقول مخارج الحروف الخمس، وهذا هو على مذهب ابن الجزري عن طريق الشاطبي، وهذا عن مذهب ابن الجزري. تمام؟ يبقى مخارج الحروف 5 عند الجزري، تمام، وهو المذهب المختار. فكان تقسيمة المخارج 5 مخارج خمسة مخارج عامة ل17 مخارج خاصة. 5 مخارج عامة ل17 مخارج خاصة. طيب، يوجد مخارج ثانية من آراء العلماء، كان هذا المذهب المختار الذي اختاره الخليل بن أحمد الفراهيدي وعليه ابن الجزري الذي اختاره. ويوجد سيبوي والشاطبي أسقط الجوف وقال أن المخارج العامة 4 ل16 مخرج خاص. ويوجد الفراء وقطرب وابن الجرمي، وهذا قال أن المخارج العامة 4 ل14 مخرج خاص. تمام؟ طيب، اختلاف العلماء دي جت منين؟ اختلاف العلماء جت منين؟ جت إن عندنا الخليل بن أحمد الفراهيدي وابن الجزري قالوا أن مخارج الحروف الجوف 5 مخارج، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. وهذه تقسيمة الحروف العربية سواء المنطوقة أو المكتوبة تم توزيعها على هذه المخارج الخمس. فالجوف يخرج منها الحروف المادية، وهي 3 أحرف: الواو المسبوقة بضم،
أو الألف المسبوقة بفتح أو الياء المسبوقة بكسر. تمام؟ يبقى الجوف بيخرج منه ثلاثة أحرف، وهي الأحرف المادية، والجوف هو مخرج مقدر. والجوف هو مخرج مقدر، أي أنه لا يعتمد على أي جزء من أجزاء الفم. تمام؟ طيب الحروف المادية لابد أن نجد فيها شرط، هي ثلاثة أحرف ولها شرط. ما هو الشرط؟ أن تكون الحروف المادية ثلاثة أحرف، الواو والألف والياء مسبوقة، لابد أن يسبقها حركة مجانسة. يعني إيه مجانسة؟ يعني الحركة تكون من جنس الحرف، الحركة بنت الحرف، الحركة بنت الحرف. يعني إيه؟ إيه أنسب حركة مناسبة للألف؟ لما بنيجي ننطق الألف بيتم فتح الفكين، فإيه الحركة المناسبة ليه؟ هي الفتحة، فتكون الفتحة بنت الألف. تمام؟ طيب الياء، الياء تسبقها حركة الكسر، لأن حركة الكسرة هي أكثر حركة مناسبة للياء. والواو تسبقها الضمة، لأن الضمة هي أكثر حركة مناسبة للواو. تمام؟ يبقى الأحرف الجوفية ثلاثة أحرف، وقلنا جوفية لأي أنها غير لا تعتمد على جزء من أجزاء الفم. عادي يا رحمة نكدة، عادي نكدة عشان الهدوء. المايكات يا حبيباتي لو سمحتوا، انتبهوا للمايكات. يبقى عندنا هنا الجوف ثلاثة أحرف، وهي الأحرف المادية، والأحرف المادية الواو والألف والياء. وشرط أساسي، يعني لا يصح أن نقول الأحرف المادية ألف واو وياء فقط ونسكت. تمام؟ يبقى لابد أن نقول أن لابد أن يسبقها حركة مجانسة. يعني إيه حركة مجانسة؟ يعني حركة من جنس الحرف، يعني حركة جزء من الحرف، يعني الحركة بنت الحرف. أنا بحاول إن أنا أختار معاني متعددة يعني حتى يصل المعنى. تمام؟ فعندنا الواو بنت الضمة بنت الواو، والفتحة بنت الألف، والكسرة بنت الياء. طب ننتبه إن الحركات بتخرج أيضا من الجوف. يعني إيه؟ عندنا الأحرف المادية بتخرج من الجوف، الواو والألف والياء، وهنعرف ده مع الشرح لما نصل للجوف. أيضا الحركة بتخرج من الجوف، مش هي بنتها؟ حد هيسيب بنته ويمشي؟ لا، هي الألف المادية طالما إن هي ماسكة بنتها معاها، لأن أنا يعني الأحرف المادية تعتبر امتداد للحركة. لما أجي أقول السماء، يبقى هنا الميم مفتوحة، والألف، الألف المادي هو صوت امتداد للفتحة. ما السماء. تمام؟ طيب يؤمنون، إذا نظرنا إلى السماء نجد الألف يسبقها ميم مفتوحة، فتم امتداد الألف المادية يعني بعد الفتح، يعني صوت الفتح، تم امتداد صوت الفتحة فأصبحت ألف مادية. لذلك عندما نقول في التلاوة وتصحيح التلاوة لا يصح أن نطيل زمن الحركة حتى لا يتولد لدينا ألف مد. طب الألف حتى لا يتولد لدينا أحرف مادية. طب الأحرف المادية بتتولد لدينا منين؟ من إطالة زمن الحركة. يبقى زمن الحركة اللي هي الفتحة هي زمن حركة واحدة. تمام؟ إذا أطلنا الفتحة فأصبح لدينا ألف مادية، بيتولد لدينا ألف مادية. فلذلك أن الأحرف المادية هي امتداد لصوت الحركات. تمام؟ طيب يبقى كده الأحرف المادية ثلاثة أحرف، واو مسبوقة بضم، ألف مسبوقة بفتح، ياء مسبوقة بكسر. ننتبه إن الأحرف المادية صوتها بيخرج من الجوف، وأيضا الحركات الفتحة والكسر والضمة صوتها بيخرج من الجوف.
تمام. طيب لما نيجي نقرا مثلا يؤمنون، ننتبه ان النون ضمه قبل الواو الماديه، لا نتخلص من الغنه. هذا بيكون خطأ شائع جدا 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 بين الطالبات او الطلبه في العموم عندما يقرؤون او يقومون بتصحيح تلاوه، فنجد الغنه يعني الحرف المادي الواو لا يوجد فيه غنه، ولكن عندما نقول النون فيها ضمه فالنون تبدا بالغنه تمام، ثم تتخلص من الغنه بفتح المخرج لخروج صوت الواو الماديه. فننتبه للجزئيه دي لان ده بيعتبر خطا خطي دقيق جدا لا يلاحظه اي احد يعني الا المعلمات المهره، اطال الله في اعمارهن يا رب العالمين. تمام، فننتبه ان الحركات بتخرج من الجوف. انا بأعيد واكرر هذا الامر حتى ننتبه، يعني حتى ننتبه لا يعني عندما تقرأي التلاوه تحاولي ان انت تركزي مع صوتك علشان تقدري تعرفي ان الحركه خارجه منين. تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي ان احنا بنقول الجوف بيخرج منه الاحرف الماديه الحلق، بينقسم الى ثلاثه مخارج خاصه. يبقى الجوف مخرج عام لمخرج خاص واحد، الجوف مخرج عام ومخرج خاص اثنان في آن واحد، عام وخاص في آن واحد. ننتبه لأن هذه الجمل بتكون أسئلة للامتحانات. الحلق مخرج عام لثلاثة مخارج خاصة، الحلق مخرج عام لثلاثة مخارج خاصة، وهي أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق. اللسان مخرج عام لثمانية عشر مخرج خاص، لعشرة مخارج خاصة لثمانية عشر أحرف. تمام، يبقى اللسان هو مخرج خاص لعشرة أحرف خاصة، لعشرة مخارج خاصة لثمانية عشر حرف. تمام، الشفتان وهو مخرج خاص لمخرج عام لمخرجان خاصين، والخيشوم مخرج عام وخاص في آن واحد. تمام، يبقى الخيشوم مخرج مقدر، الجوف مخرج مقدر، الحلق واللسان الشفتان مخارج محققة. الجوف ثاني بعيد، الجوف مخرج مقدر لا يعتمد على جزء من أجزاء الفم، الخيشوم مخرج مقدر لا يعتمد على جزء من أجزاء الفم، الخيشوم لا يخرج منه أحرف، الخيشوم لا يخرج منه أحرف، فقط يخرج من الخيشوم الغنة، فقط يخرج من الخيشوم الغنة. بأعيد وأزيد في الكلام حتى يستقر في العقل، تمام؟ علشان الصوت بيفضل يرن في ودنك وتيجي تفتكر وانت بتقرأي، تيجي تفتكر وانت بتطبقي، تيجي تفتكر وانت بتذاكري. المعلمة قالت الخيشوم مخرج مقدر، يعني ايه مقدر؟ يعني لا يعتمد على جزء من أجزاء الفم، لا يعتمد على عضو من أعضاء الفم. طيب يعني ايه الخيشوم؟ الخيشوم ايه هي أحرف الخيشوم؟ الخيشوم لا يخرج منه أحرف ولكن يخرج منه صوت الغنة، وصوت الغنة هي صفة مصاحبة لحرفي الميم والنون، صفة مصاحبة لحرفي النون والميم، هو جزء مركب من النون والميم. تمام، يبقى ما نقولش ان النون والميم بيخرجوا من الخيشوم، لا، هو صوت الغنة اللي بيخرج من الخيشوم، وصوت الغنة هو جزء من حرفي النون والميم. تمام، يبقى عندنا الجوف احرف المادية والحلق ستة احرف. تمام، يبقى الحلق مخرج عام لثلاثة مخارج خاصة لستة احرف، اللسان الشفتان هنا مخرج عام لمخرجان خاصان لأربعة أحرف، اللسان مخرج عام لعشرة مخارج خاصة، لعشرة مخارج خاصة لثمانية عشر حرف. تمام، طيب جينا بقية العلماء سيبوي والشاطبي قال أن المخارج العامة للإنسان هي أربعة مخارج عامة، تمام، لستة عشر
مخرج خاص. بستة عشر مخرج خاص. يبقى عندنا الخليل بن أحمد الفراهيدي وعليه المذهب المختار اللي احنا بنقرأ على أساسه حفص بن عاصم، قراءة ورواية حفص بن عاصم، بنقرأ على في الجزرية مخارج الحروف 17 تمام لابن الجزري، فذلك لأنه قال أن المخارج العامة خمسة مخارج عامة ل17 مخرج خاص. طيب بالنسبة للشاطبي والسيبويه قال أن المخارج العامة أربعة مخارج عامة ل16 مخرج خاص. طيب معناها إيه؟ معناها إيه؟ الشاطبي والسيبويه قال أن الجوف ليس مخرج أساسي فإنه ملوش أي لازمة عندنا تماما، فأسقط المخرج الجوف. الشاطبي والسيبويه أسقط الجوف. تمام؟ طيب يبقى تبقى عندنا إيه؟ أربعة مخارج عامة، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. طب الأحرف المادية بتخرج منين يا سيبوي والشاطبي؟ عندنا الألف بتخرج من مخرج الألف، عندنا من أقصى الحلق، والواو بتخرج مع الواو المحققة من الشفتان، والياء بتخرج من الياء المحققة، الياء المادية بتخرج مع الياء المحققة، يعني جعل مخرجة، يعني وزع الأحرف المادية على المخارج الموجودة في المخارج المحققة اللي هي الحلق واللسان والشفتان. طيب يبقى كده أسقط مخرج خاص ومخرج عام، فأصبحت المخارج العامة للشاطبي والسيبوي أربعة مخارج عامة لستة عشر مخرج خاص. تمام كده؟ طيب جاء بعد كده الفراء الفراء وقطرب والجرمي، قالوا لا احنا المخارج العامة عندنا أربعة، لكم مخرج خاص؟ أربعة مخرج خاص. ليه؟ لأنهم قالوا يعني تم جمع اللام والنون والراء في مخرج واحد. ازاي؟ يعني هو اسقط الجوف، هو اتفق مع الشاطبي والسيبوي، هو كمل على المنهج بتاعه، يبقى اسقط الجوف مثل الشاطبي والسيبوي. طب احنا عندنا كام؟ 16 مخرج خاص. الا عندنا في الشاطبي والسيبوي وايضا الخليل بن احمد الفراهيدي، خليل بن احمد الفراهيدي وابن الجزري، ان اللام مخرج خاص لوحدها، اللام لها مخرج خاص لوحدها، النون لها مخرج خاص لوحدها، والراء لها مخرج خاص لوحدها. فجاء فجاء فراء والفراء وقطرب والجرمي. نعم تحت هنا كده بيبقى في علامه خضراء بتدوسي عليها وبتدوسي على الصوت تمام. الصوت مش واضح. طيب نترك الأسئلة لنهاية الحلقة وإن شاء الله نجيب على كل الأسئلة بأمر الله تعالى، واللي عايز اللي عندها سؤال ممكن تكتبه على الشات بحيث إن هي ما تنساش، أو تكتبه في ورقة جانبية جنبها بحيث إن هي ما تنساش، وإن شاء الله أنا أجاوب لكم على كل الأسئلة. يبقى الفراء وقطرب والجرمي قال أن المخارج العامة أربعة، المخارج الخاصة 14. ليه؟ أسقط المخرج العام للجوف والمخرج الخاص للجوف، يبقى كده 16. وجاء على المخارج اللام والنون والراء، اللام والنون والراء، فجعلها مخرجا واحدا، فجعلها مخرجا واحدا. يعني إيه؟ اللام والنون والراء بيخرجوا من طرف اللسان مع بعض، فليه نخلي كل واحد مخرج خاص لوحده؟ فجمعهم فأصبح إن إحنا يبقى كده أسقطنا اللام وأسقطنا النون، يبقى كده ننزل من 16 اثنان، يبقى أصبح المخارج الخاصة 14. تمام؟ طيب قبل أن ننتقل لجزئية أخرى، إذا أي أخت لدي. طيب يبقى هنا انتهينا من آراء العلماء واختلافات العلماء في مخارج الحروف، ونقولها باختصار مرة أخرى أن
الفراء الخليل بن احمد الفراهيدي، وعليه ابن اختاره ابن الجزري، وهو المذهب المختار اللي احنا عليه دلوقتي لروايه حفص عن عاصم. قال ان المخارج الحروف العامه هم 5 مخارج عامه ل17 مخرج خاص. وفي الجزرية قال ابن الجزري مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، تمام. فقال أن الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. الجوف مخرج عام وخاص في آن واحد، الحلق مخرج عام ل3 مخارج خاصة ل6 أحرف، واللسان مخرج عام ل10 مخارج خاصة ل18 حرف، والشفتان مخرج عام لمخرجين خاصين ل4 أحرف، والخيشوم مخرج العام الخامس. لدينا الجوف والخيشوم مخرجين مقدرين من المخارج المقدرة، الحلق واللسان والشفتان، وهي مخارج محققة. وعرفنا يعني إيه مخرج مقدر، وعرفنا يعني إيه مخرج محقق. طيب الشاطبي وسيبويه أسقط الجوف، وقال أن الجوف ملوش أي لازمة تماما، لا داعي له. وقال أن المخارج العامة 4 مخارج عامة، وهي الحلق واللسان والشفتان والخيشوم، ل16 مخرج خاص، لأن احنا اتفقنا من قبل أن الجوف مخرج عام وخاص في آن واحد، فأسقطنا مخرج عام ومعه أسقطنا المخرج الخاص. ثم جاء بعد ذلك قطرب الفراء وقطرب وابن الجرمي، وقالوا أن أسقطوا أيضا، اتفقوا مع السيبويه والشاطبي على إسقاط الجوف، وقالوا أن المخارج العامة 4 مخارج عامة إلى ل14 مخرج خاص، تمام. فكان رأي الفراء وقطرب ومن الجرمي، كان رأيه أن اللام والنون والراء بيتفقوا أو بيكون لهم نقطة واحدة، وهم بيخرجون من مخرج خاص واحد، فلا داعي أن يكون لكل حرف منهم مخرج خاص فيه، تمام. فلذلك قال أن المخارج الخاصة 14. هنا يوجد ملحوظة أن الواو اللينة والياء اللينة تخرجان من نفس مخرج الواو المتحركة والياء المتحركة، ده لما أسقطوا الجوف. طيب الحروف العربية، لدينا الحروف الهجائية المنطوقة اللي احنا بنتكلم بيها وبننطقها صوتا 29 حرف، الحروف الأبجدية المكتوبة اللي بتتكتب 28 حرفا. إيه هي الحروف الهجائية المنطوقة وهي 29 حرفا؟ رتبها الإمام نصر بن عاصم الليثي في سنة 90 هجريا بحسب تشابهها في الخط ونقطها، ليفرق بين المتماثلات كما يلي: ألف باء تاء ساء، من الألف إلى الياء. نلاحظ هنا أن الألف المادية لا نستطيع أن نقرأها وحدها، فجاء بحرف اللام المفتوحة قبل الألف المادية ليتم نطقها، تمام. هاء واو لا ياء، تمام. تنبيه: ألف في أول الحروف تسمى الهمزة، ألف همزة وليست الألف، تمام. يبقى احنا عندنا الألف اللي هي بالشكل ده، اللي هي بتيجي بنلاقيها في أول الحروف بنبدأ بيها في الكلمات، تمام، اللي هي دي بتسمى ألف همزة وليست ألف، يعني تسمى همزة وليست ألف، تمام. أما الألف فهو قبل الأخير، ويعبر عنه بلا. ليه؟ يبقى المقصود هنا الألف، المقصود بها ألف مادية، أما هنا فهي تسمى همزة، تمام، لأنه لا يأتي إلا ساكن الحروف المادية، وهي حروف ساكنة، الحروف المادية حروف ساكنة مسبوقة بحركة مجانسة لها، ولا يكون ما قبله إلا مفتوح، وهذا هو الألف. يبقى هنا الألف مادية فبتكون ساكنة، والحرف الساكن لا يأتي لوحده، ولا بد أن يسبقه حرف آخر، فجاءوا بحرف اللام هنا، تمام، ولا يكون ما قبله إلا مفتوح. طب الحروف الأبجدية المكتوبة ترتيبها عند المشارقة: أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت سعى
سخذن ضضغن. أما ترتيبها عند المغاربة أبجد هوز حطي كلم صعفض. هنا الاختلاف صاد بدلت بالضاد صعفض قرست. هنا قرشت تمام عند المغاربة قرست زخذن سخذن ضغشن تمام. طيب وعلى ترتيب المغاربة مشى الشاطبي في حرز الأمان وتبعه ابن الجزري في الطيبة. هذه المعلومات بتكون فقط يعني المعرفة. طيب الصوت، كيفية حدوث الصوت. الأصوات عموما في الطبيعة بتحدث إما بالتصادم وإما بالتباعد، إما بالاهتزاز إما بالاحتكاك. طيب يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا بالتصادم إذا مثلا عملنا لما نيجي نسقف فبيحصل إيه؟ تصادم. نحن بنخبط اليد اليمنى في اليد اليسرى، ده تصادم، فبيصدر عنه صوت التصادم اللي هي صوت السقفة. أو مثلا نحن لما نيجي نجيب شاكوش ونخبط على خشب أو على مسمار فبيكون إيه؟ صوت التصادم، بيظهر الصوت. طيب تباعد، مثلا لو جبنا ورقة وقطعناها، سامعين الصوت ده؟ فلما نجيب ورقة ونقطعها أو عصا ويتم كسرها كما موجود في الصورة عندنا هنا تمام؟ الورقة دي بتكون فيها، هي عبارة عن إيه؟ عن قوة بتترابط ببعضها البعض. الورقة اللي موجودة عندنا دي بتكون في قوة ترابط بتربط جزيئات الورقة بعضها ببعض. فعندما يتم قطع الورقة فده بيتم تباعد ما بين جسمين. يبقى احنا بنتم تباعد بين جسمين، وهاتان الجسمان بيكون بينهما قوة ترابط، قوة بتربطهم بعضهم البعض. فلما نبعد القوتين عن بعضهم فبيتم ايه؟ بيظهر لينا الصوت اللي احنا بنسمعه، سواء صوت الكسر او صوت تقطيع الورق تمام؟ او عن طريق الاهتزاز، اهتزاز جسم من الاجسام. لو انت كده قاعده في البيت وحبيت ان انت تجربي التجربه دي وجبتي مسطره وثبتتي الطرف المسطره على جزء خشب او اي جزء ترابيزه او اي حاجه موجوده عندك تمام، وهزيتي المسطره، شايفين الموجات الصوتيه؟ شايفين الموجات اللي هي دي؟ دي عباره عن موجات تمام. الموجات دي اللي يعني ده اللي بيصدر الصوت، يعني دي اللي بتخلي الصوت بيتم. طيب او عن طريق الاحتكاك، احتكاك جسم خشن باخر تمام. يبقى عندنا الصوت في الطبيعه بيحدث اما عن طريق تصادم جسمين ببعضهم البعض، او تباعد جسمين بينهما قوى ترابط، أو اهتزاز جسم من الأجسام، أو احتكاك جسم خشن بآخر، جسمين بيحتكوا ببعض تمام. طيب طب دي الأصوات بتحدث في الطبيعة. كيفية حدوث الحروف في جهاز النطق الإنساني. أنا عايزة أوضح قبل الجزئية دي ما ندخل عليها، يعني معلش اعذروني أنا مش بطول في الأمور، لكن أنا بحب أوضح الأمر. جهاز النطق الإنساني لازم نعرف جهاز النطق الإنساني قبل ما نعرف إزاي الحرف أو الصوت بيطلع في النطق الإنساني. جهاز النطق الإنساني ربنا سبحانه وتعالى زود الإنسان بجهاز للنطق، بيتألف أو بيتكون من أعضاء بتتضافر لإنتاج الصوت البشري.
وهذه الأعضاء تنقبض وتنبسط بصورة متعاقبة، وهذه الأعضاء منها ثابت لا يتحرك كسقف الحنك الأعلى والأسنان والتجويف الأنفي. يبقى ده سقف الحنك الأعلى. ده كده سقف الحنك الأعلى، جزء ثابت لا يتحرك. احنا لما بنتكلم ايه اللي بيتحرك؟ مش الفك الاعلى، مش الجزء الفك الاعلى تماما، الجزء الاسفل هو الذي يتحرك، لكن ده ثابت. يبقى الجزء العلوي او الفك العلوي ثابت، الاسنان ثابته، التجويف الانفي ثابت، ومنها ما هو قابل للحركه، وفي أجزاء وأعضاء أخرى من الفم بتتحرك، زي اللسان بيتحرك، الشفتين، الحنك اللين، الجزء اللي ورا ده اللي اسمه الحنك اللين، واللهاه، تبقى آخر جزء هنا هنعرف كل ده هنشوفه، والحنجرة بما فيها من وترين صوتيين، والرئتين عن طريق حركة هذه الأعضاء من اتصال تام محكم بين العضو المتحرك والعضو الساكن أو تقارب بينه وتكون التجمعات الصوتية. طيب نفهم بقى الكلام ده معناه. إحنا دلوقتي الصوت عشان يخرج محتاج إيه؟ محتاج حاجتين، نفس وصوت. نفس وصوت. عرفنا الصوت بيحدث في الطبيعة يا إما تصادم، حاجتين بيتصادموا مع بعض، فاحنا نمثل ده في العضو النطق الانساني. مثلا ان هو بيكون عندنا اذا تم تصادم اللسان بالحنك الاعلى فصدر صوت، او مثلا اذا تم تصادم الشفتين، الشفه العليا بالشفه السفلى، فيصدر لدينا صوت الباء، اب اب اب. تمام؟ طيب يبقى كده تصادم. اهتزاز، لدينا الأوتار الصوتية داخل الحنجرتين بيتم فيها اهتزاز مع انفتاح وغلق، مع تباعد وتقارب. تمام؟ اللهاه بتتحرك، لسان المزمار، الحنجرة، المريء، الرئة، الرئتين، كل هذه الأمور ما بين اهتزاز وتباعد وتقارب وتصادم واحتكاك. تمام؟ طيب عايزة بس أوريكم فيديو هنا يوضح الأمر ده بشكل أكبر.